السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم جميعا في الويبينار الخاص بالانترودكشن الخاص بالايزو 19650، ودي طبعا سلسلة من اللقاءات والويبينارز اللي هتحصل على مدار الشهور القادمة في التعريف بكثير من المصطلحات الايزو 19650، وفي نفس التوقيت هنتعرض للتمبلتس وطريقة التطبيق على منصة بلانري البيم بلاتفورم اللي تم استحداثها في الفترة الأخيرة، وبناء عليها إن شاء الله سيتم تفعيل الكثير من الأعمال الخاصة بأعمال البيم عن طريق هذه المنصة. طبعا أنا معكم المهندس شريف همام، CEO والفاوندر لآي سي بي ام جروب، الشريك لبلانري في مجال الامبلمنتيشن الخاص بالبيم موديلنج. وفي نفس التوقيت برحب طبعا بجميع المهتمين في مثل هذا الويبينار، وان شاء الله يعني يكون ليه فائده عظيمه للجميع. اول حاجه طبعا احنا عندنا في كثير من التحديات بتقابلنا في مجال الانجينيرنج كونسلتنسي او الانجينيرنج بصفه عامه، وفي مجال البيم بصفه خاصه، وهو الكوردينيشن بتوين الاول بارتيز او جميع المشاركين في اعمال نمذجه بيانات البناء. طبعا في منصات كتيره بتشتغل على، او في سوفت ويرز وفي تولز بتشتغل على ذلك، ولكن بيم ولكن بلانري اصبحت من البلاتفورم الخطيره والقويه في عمل الدمج ما بين الميثودولوجي وما بين المنهجيه، وفي نفس التوقيت كاداه تقدر تنفذ مثل هذه او تكسر مثل هذه التحديات. طبعا احنا عندنا في نقاط كتيره جدا بتربط ما بين جميع العناصر اللي بتعمل في مجال البم. طبعا اهمها بيكون الكلاينت، رقم اثنين الاركتكت او المصمم، ايضا الانجينير اللي بيشتغل في مجال الكونستراكشن تحت في الفيلد في السايت كونستراكشن فيلد، الكونتراكتور والمقاول، ايضا السب كونتراكتور، كل دول بيكونوا من البارتز او العناصر اللي المفروض ترتبط بعضها ببعض. طبعا لو احنا نظرنا الى العالم الهندسي او للمخططات الهندسيه او المفردات الهندسية أو المفردات المعمارية والإنشائية وما شابه ذلك، هنجد أن كل واحد في دول بيشتغلوا على يعني نماذج معينة وبيشتغلوا على elements معينة، فطبعا الدمج ما بينهم هو ده اللي بيكون من القوة الخاصة به من نمذجة بيانات البناء. طبعا في تشالنجز كبيرة جدا بتقابلنا، وهي طبعا زي ما انتم شايفين عليكم في السلايد الواضح ليكم، ان احنا طبعا بتقابلنا يعني مشاكل كبيرة جدا في how to manage للانفورميشن، ايضا بيحصل عندنا missing للانفورميشن، وده كتير طبعا لما بيكونش عندنا integrated سيستم او بلاتفورم بتجمع كل الاشياء دي، او تنفيذ منهجيه زي البيلدينج انفورميشن موديلنج. طبعا في ايضا الابديتس اللي بتحصل، قد يكون الجانب المعماري عنده تحديثات معينه تخص الابديتس بتاعته، قد يكون الجانب الانشائي ايضا عنده تحديثات معينه. طبعا لما بنشتغل انديفيديولز، لما حد بيحدث حاجه وحد تاني ما بيشوفهاش، وبالتالي بيحصل عندنا كونفليكت كبير جدا في هذه التحديثات. طبعا بيحصل ايضا من الاشياء او التشالنجز اللي بتقابلنا ايضا، ان بيكون في اعمال كثيره خارج النطاق، في اعمال خارج النطاق ممكن تحصل في اي ديسبلين من الديسبلينز اللي شغاله لا يعلم عنها شيء اي ديسبلين من الديسبلينز بتاع الجانب المعماري او الانشائي او الكهربي. زي ما حضراتكم عارفين في مشاكل الكوردينيشن الكثيره اللي بتقابلنا على كثير من النطاقات. طبعا الاهم يعني من اهم الاشياء اللي هي الكومن الاساسيه اللي بتقابلنا في او اللي بيكسر هذا التحدي موضوع تنفيذ البم، وهي ان احنا بيكون عندنا الكثير تو ميني كلاشز، فالكلاش ديتكشن او معالجه الكلاشز بتكون طبعا ايضا من التشالنجز اللي احنا بنقابلها، والبم طبعا بيكون من السبل او الميثودولوجيز اللي بتلافي هذه التحديات. طبعا في عندنا الكوميونيكيشن، عندنا الستاندردز، ما فيش ستاندردز لما بنشتغل بدون بلاتفورم، بدون معايير، بدون ستاندرد معين، فطبعا دي كلها تشالنجز بتقابلنا في تنفيذنا لاعمال الهندسيه او اعمال الانجينيرنج بصفه عامه. طبعا عندنا ميزه مهمه جدا، وهو وجود ستاندرد اسمه الايزو. الايزو طبعا
ستاندرد عالمي، هو معيار لجميع لمفردات كثيره على مستوى العالم. طبعا اهمهم الايزو 9001 اللي هو خاص بالكواليتي مانجمنت سيستم. بعد كده عندنا الحاجات اللي تتعلق بينا، الايزو 21500 الخاص بالبروجكت مانجمنت ستاندرد، وايضا الايزو 50000 الخاص بالاسيت مانجمنت. يجي بعد كده الايزو 19650 اللي احنا بنتعرض به اليوم، ده اللي بيناقش معانا الانفورميشن سيستم الخاص بيه. نرجع مرجعنا في الموضوع الخاص بمنظمه الايزو. منظمه الايزو طبعا عندها العديد من المعايير على مستوى العالم، والعديد من الستاندرز اللي طلعت، يمكن تقريبا تحصل في حدود ال 18000 ستاندرد على مستوى العالم. اهمها طبعا اللي هو البيز بتاع اي سيستم او مانجمنت سيستم على مستوى جميع الستاندرز، هو الايزو 9001 الخاص بالكواليتي مانجمنت سيستم. بعد كده عندنا الايزو 21000 الخاص بالبروجكت مانجمنت سيستم. بعد كده عندنا الايزو 19650 الخاص بال او بيم ستاندرد اللي هو بيعمل لنا الابروش او بيحط لنا المنهجيات اللي المفروض نشتغل فيها. طبعا احنا عندنا هنا 8 ستيبس او 8 بروسيسز بيتعامل معاهم الايزو 19650، ومن المميزات الخطيره في ذلك ان هو بيشتغل من تحت قوالب او تمبلتس معينه. بلانري طبعا وفرت الايزو تمبلتس ديت على البيم بلاتفورم بتاعتها، اللي هي بقى الموضوع على بلانري بلاتفورم اصبح اوتوميشن. في اوتوميشن، في طبعا جزء خاص بانك شغال على ستاندرد بتشتغل ستيب باي ستيب، فطبعا دي كلها انشطه او بروسيس حضرتك بتحتك بيها وتقدر تنفذها بسهوله لو حبيت تطبق السيستم عن طريق طبعا منصه بلانري. طبعا اول بروسيس عندنا هي خاصه بالانفورميشن مانجمنت، وهي دي خاصه زي ما بنقول مرحله الاسيت مانجمنت، وهي مرحله اداره الاصول دي. بعد كده بيجي لنا البروسيس 2 اللي هو خاص بالتندر ريسبونس او دراسه العقود بصفه عامه. بعد كده في جزء خاص بالبرودكشن اوف انفورميشن اللي هو ان حضرتك بتتعامل مع الانفورميشن الخاصه بالمشروع وبتدي تعمل كولابوريشن او تجميع للانشطه اللي هتتعلق بهذا المشروع. طبعا اثناء هذه المرحله بيكون عندنا جزء خاص بتقييم الاحتياجات اللي هو زي ما بنقول اللي فيه الاسسمنت، اللي هو احنا وهو الفرق ما بين الاز از والاز تو بي، احنا محتاجين نكون كذا او كنا كذا. وطبعا دي كلها من الانشطه اللي هي بتقيم الاحتياجات والنيدز بتاعتك، وبرضه بيتواكب معاها الانشطه والاكتيفيتيز الخاصه بالابوينمنت، وهي الانشطه الخاصه بالتعيين. وعشان كده بيجي معاها بعد كده الريسي ماتريكس اللي بنشتغل عليها في تعيين الناس ووضعهم في مكانهم الصحيح. بعد كده بيجي عندنا ايضا انشطه تخص المعلومات الخاصه بالنموذج التصميمي، وانشطه تتعلق بالتعاقد والتجهيزات او الموبلايزيشن الخاصه بالتعاقد، وفي النهايه خالص بيجي لنا انشطه الخاصه باغلاق المشروع او الكلوزنج الخاص بالمشروع. طبعا الورك فلو دي هنتعرف عليها اليوم باذن الله مع بعض، وهنتعرف كيف يكون من بدايه الانيشال الخاصه بالبروجكت لغايه الكلوزنج الخاص باي بروجكت. طبعا هنا في الدوكيمنتس الخاصه اللي بنتعامل فيها على تطبيق الايزو، طبعا علشان نتعرف تعريف سريع عن منظومه الايزو بتوفر لنا بروسيجرز وبتوفر لنا بروسيس، وفي نفس التوقيت بيتم تشغيل مثل هذه الاجراءات والعمليات عن طريق تمبلتس بيكون متفق عليها. طبعا الستاندرد تمبلتس كل شركه بتحاول ان هي تكون، او كل بروفايدر للخدمه ديت علشان يعمل كواليفاينج سيستم للشركه اللي بتشتغلها او اللي عاوز يأهل نفسه لذلك، بيكون عنده طبعا ستاندرز بيبتدي يمشي عليه اللي يحقق الريكويرمنتس او هنقول المانداتوري ريكويرمنتس الخاصه بالسيستم طبقا لمعيار الايزو. اول حاجه عندنا في التمبلتس ديت حاجه بنسميها الاو اي ار اللي هي اورجانيزيشنال انفورميشن ريكويرمنتس، وهي دي طبعا دي اهم مرحله من المراحل اللي بنشتغل فيها على مستوى الاورجنايزيشن. نيجي بعد كده لمجال اكثر تخصصيا، او بنشتغل مور سبيسيفايد على المشاريع الخاصه بالاورجنايزيشن، بيكون عندنا حاجه اسمها البي اي اي. يبقى عندنا اول حاجه الاو اي ار اورجنايزيشنال انفورميشن ريكويرمنتس، نيجي بعديها على طول نعرج على البي اي ار اللي هي بروجكت انفورميشن ريكويرمنتس. فممكن الشركه يكون عندها
كثير من المعلومات وكثير من الميثودولوجيز والبروسيسز اللي هيشتغلوا من خلالها، ولكن لما يتم التخصيص على مثل هذه المشاريع بطريقه سبيشال، بيكون عندنا نماذج تانية بيتم التعرف عليها والتعامل معاها. طبعا من النماذج ايضا اللي بنشتغل عليها الاي اي ار، الاكستشينج انفورميشن ريكويرمنتس، وايضا بيتواكب معاها في نفس التوقيت الاي اي ار اللي هو الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس، وبناء عليها بيكون عندنا نبقى جاهزين لعمليه الامبلمنتيشن، وهي من خلال البيم اكسكيوشن بلان. والبيم اكسكيوشن بلان لا يمكن تنفيذها الا من خلال تول من التولز الخطيره جدا في البروجكت مانجمنت واداره العمليات في اداره المشاريع، وهي بنسميها الريسي ماتريكس، وهنتعرف عليها الان ان شاء الله. طبعا عندنا علشان يبقى عندنا ريسبونسبيلتي ماتريكس اللي هي بيتعين عن طريقها الابوينمنت وتعيين الناس او الافراد او البيم يوزرز اللي هيشتغلوا معانا، بيكون عندنا نقطه مهمه وهي التاسك انفورميشن ديليفري بلانز والماستر انفورميشن ديليفري بلانز، اللي هي بيجي في الاخر خالص بيجي عندها بعدها بنتعرف على الفاليديشن والفيريفيكيشن اللي المفروض يتم العمل بيه اثناء العمليات الخاصه باي مشروع. طبعا احنا لما بنتعرف على كل اللي احنا شفناه دوت، بنتعرض لمساله خطيره، وهي كل الكلام ده كله هيشتغل ازاي ويشتغل امتى وكيف يتم العمل من خلاله. ودي نقطه طبعا من النقاط المهمه، وعشان كده هنا بنتعرض لنقطه مهمه وهي كيف يمكن ان نبدا منين ونبدا ازاي. طبعا هنا بلانري وفرت لنا البلان تمبلتس زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه، بتختار حضرتك كل التمبلتس اللي هتشتغل من عليها. هي بتشتغل عندها اوتوميشن سيستم على البلاتفورم الخاصه بيها، وبتبتدي تشتغل وتتيح لك تعبي البيانات، ويطلع في الاخر خالص في صوره. طبعا هنا بتعمل الاساينمنت خاص بالسكوب. طبعا بلانري بتشتغل على خمسه باكجز او خمسه ستيبس. اول نقطه فيهم او اول بروسس بنشتغل فيها اللي هي البلان، بعد كده تحديد السكوب، وبعد كده تحديد عمل السكيدول، بعد كده نعمل تراكنج سيستم، وفي الاخر خالص بتعمل فيريفيكيشن او تحقق من اعمال النطاق اللي حضرتك بتشتغل من خلالها. بعد ذلك بتطلع في الاخر خالص بعد تعبئه هذه البيانات، بيطلع معاك الشكل الرائع اللي احنا شايفينه دلوقتي في صوره كونتراكت جاهز بعد تعبئه البيانات الخاصه بالمشروع والريكويرمنتس، حتى بيطلع معانا الشكل العام زي ما بنقول السكوب ستيتمنت للمشروع بالعناصر اللي حضرتك هتنفذها. طبعا احنا في البيم بنلاقي للاسف تحديات كبيره جدا في تحديد السكوب، وده ناتج عن جهل كثير من الناس على الليفلز اللي بيسلم عليها البيم موديلنج، زي ال او دي 100 و200 و300 و400 و500. ال او دي طبعا ليها ستاندرز هنا في الكونتراكت اللي بيطلع مع بلانري اكوردنج للايزو 19650، بيطلع معانا بيم كونتراكت بيكون اكوردنج للستاندرد اللي احنا هنشتغل عليه. وده طبعا بيخلي فيه جزء من زي ما بنقول يعني جزء كبير من الاعمال التي تتم بتكون اكوردنج للستاندرد. ولا قدر الله اي مشاكل ممكن تقابلنا او اي اعتراضات فيما بعد لما نيجي نعمل فيريفيكيشن ونسلم العميل الموديلنج بتاعنا، اي اعتراضات بتكون الحمد لله يعني ان شاء الله بتكون ضيقه المدى، بسبب ان بيكون الصوره واضحه من البدايه في الكونتراكت اللي حضرتك هتشتغل عليه. حابين نسال هنا بقى يعني سؤال كده كتصويت، استخدام الايزو 19650 بالنسبه للجميع، يا ريت نسمع كلامكم على الشات. مين اللي النهارده بيبدا يتعرف على المعيار؟ مين اللي هو بيوسع معرفته بالمعيار؟ مين اصلا اللي بيستخدمه في مشاريعه؟ وفي نفس التوقيت كم واحد حاصلين على الايزو 19650؟ يا ريت نسمع على الشات. المهندس حسام ابراهيم بيقول ان انا بدأ برضو ان انا ما زالوا في البدايه، توسيع معرفه ممتاز. مين تاني يشارك معانا عشان نعرف برضو؟ ستيل ستارتنج ممتاز، توسيع معرفة عن المعيار. يعني تقريبا احنا كلنا بنتعرف اليوم على الايزو 19650، وطبعا في مميزة من المميزات الخطيرة والمهمة في ذلك، ان حضراتكم لازم تعرف ان اي سيستم احنا بنشتغل عليه على مستوى العالم يجب ان يكون لينا ستاندرد بنرجع ليه، هو الريفرنس اللي احنا المفروض هنشتغل عليه. ودي طبعا من النقاط المهمه والقويه، ان حضرتك لما تيجي تتعلم بام
هنا في فرق بين التولز اللي بتستخدم زي الريفت او اي حاجه من الكلام ده كله، اي تول من التولز اللي بتستخدم، وفي فرق بين الميثودولوجي والستاندرد. فطبعا الستاندرد انا بعرف هنا بعرف احكم عمليه البيم مانجمنت او اداره العمليات واداره الاجراءات اللي بتحصل اثناء عمليه ايه التنفيذ. وطبعا دي من الحاجات ايضا المعياريه اللي المفروض تشتغل بارلل مع حضرتك احتياجك كمان للتولز اللي حضرتك بتشتغل عليها. طيب الاجنده بتاعتنا ان شاء الله في هذا الويبينار هيكون اول حاجه نتعرف على التمبلتس، ونتعرف على التمبلتس عن قرب بقى اللي احنا عرضناها دي كلها، ونتعرف على الايزو 19650 وورك فلو علشان ما نتوهش ما بين التمبلتس اللي موجوده ومتى يتم استخدام التمبلت، مش اي تمبلت تستخدم في اي وقت، وفي نفس التوقيت كيفيه التطبيق عليها بعد ذلك. طبعا اول حاجه عندنا اللي هي الاو اي ار الاورجنايزيشنال انفورميشن ريكويرمنتس، ودي بتضع لينا زي ما بنقول على مستوى البورتفوليو، على مستوى البورتفوليو الخاص بالشركه والاورجنايزيشن اللي حضرتك بتشتغل فيها. عشان كده بنشتغل على استراتيجيك بزنس اوبريشن، بنشتغل على الاستراتيجيك اسيتس مانجمنت، وبنشتغل على البورتفوليو بلاننج. ودي طبعا دي من الاساسيات المهمه جدا، اللي هي منها ان احنا بنقول ان لازم يكون عندنا جزء مهم جدا خاص ب الاسسمنت او الايفالويشن الخاص على مستوى الاورجنايزيشن ككل. ايضا من التمبلتس اللي بتستخدم بشكل اخر، وهي التمبلتس الخاصه بالبي اي ار البروجكت انفورميشن ريكويرمنتس. وانا شرحت لحضراتكم قبل كده، قلت لكم ان احنا بنشتغل على مستوى الاورجنايزيشن، وبعد كده بننتقل لمستوى البروجكت، يعني هنا سبيسيفاي على البروجكت. طبعا احنا بناخد هنا الهاي ليفل استراتيجيك اوبجكتيفز، وفي نفس التوقيت بنشتغل على الاسيت الخاصه بالاورجنايزيشن، وفي نفس التوقيت بنعمل اساينمنت للبروجكت بي على مستوى البروجكت ايه بشكل خاص. ايضا من التمبلتس اللي بنشتغل عليها وهي الاي اي ار الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس. وطبعا انا بعد ما هعرض لحضراتكم مجريات طبعا دي كلها على الكلوزز الخاصه بالايزو 19650، وطبعا الاسيت انفورميشن ريكويرمنتس بيشمل فيها حاجات كتيره لما نيجي نشتغل على اداره الاصول، سواء الاصل البشري او السوفت وير او اللايسنس او الكابابيلتي بتاع الكومباني، كل دي كلها من الاصول اللي احنا بنسعى الى تقييمها والعمل عليها بالتفصيل طبعا في كل المراحل بتاعتها. ايضا عندنا الاي اي ار اكستشينج انفورميشن ريكويرمنتس، ودي نقطه من النقاط المهمه اللي بنضمن فيها الكوميونيكيشن مانجمنت بلان اللي المفروض تحصل بتوين اليوزرز، وبتوين طبعا الادمن الخاصه بالبروجكت، وبين المانجريال ليفل، وبين كل الليفلز اللي بتشتغل على مستوى الاورجنايزيشن. طبعا ايضا من الحاجات المهمه وهي الموبلايزيشن بلان، وموبلايزيشن بلان دي من التمبلتس ايضا المهمه والخطيره اللي لازم نكون مجهزينها. ودي طبعا الناس اللي بتشتغل في مجال الكونستراكشن هتلاقي عند حضرتك طبعا اول ما بتستلم اي مشروع بتعمل موبلايزيشن بلان. نفس النقطه بنعمل زي سيت اب كيف يتم التهيئه، ونعمل كونفيجريشن للميثودولوجي والبروسيس اللي هيتم ايه الشغل ايه او العمل عليها فيما بعد. ايضا من النقاط المهمه اللي بيسعى اليها الايزو خصوصا بعد 2015، الايزو وثق معانا واسس معانا قصه الريسك، ان يكون كل البلاننج اللي بتشتغل عليه بيزد اون ريسك. وعشان كده من النقاط المهمه هنا ان احنا بنشتغل على تمبلت خاصه بالريسك ريجستر وسجل المخاطر الخاصه بالمشروع، اللي هو منه حضرتك بيكون عندك عامل الريسك ايدنتيفيكيشن، عامل ريسك اناليسيس سواء بالبروبابيلتي والامباكت، بعد كده بتبقى عامل في النهايه الريسك ريسبونس، لان طبعا اي حاجه لازم لها ريسبونس يتم العمل على اساسه. من ايضا من الاشياء الخطيره اللي هي بقى بنسميها النقطه المحوريه عشان نبتدي نعمل امبلمنتيشن، نبتدي نعمل امبلمنتيشن صحيح على اي مشروع احنا بنشتغله. بعد ما عرفنا الاورجنايزيشن ريكويرمنتس والبروجكت ريكويرمنتس هنشتغل على حاجه اسمها البيم اكسكيوشن بلان، ودي اول مرحله من مراحل الامبلمنتيشن بعد ما بنعمل الموبلايزيشن بلان اللي احنا اشتغلنا عليها سابقا. ايضا من الاشياء ايضا التي اي دي بي والام اي دي بي، ودي طبعا شرحناها سابقا واحنا بنتكلم على انواع التمبلتس اللي هي خاصه بالتاسك انفورميشن ديليفري بلان، وايضا بالماستر انفورميشن ديليفري بلان. ودي طبعا دي بنسميها المرحله اللي هي بتعمل فيها امبلمنتيشن صحيح على مستوى المشروع.
نيجي بقى للنقطة المهمة والخطيرة، وهي الخاصة ب زي ما قلنا ان في تاسك اوردر بيحصل زي ما حضراتكم شفنا قبل كده. في عندنا تاسك انفورميشن ديليفري بلان، وفي عندنا ماستر انفورميشن ديليفري بلان. بيتم ذلك عن طريق عرضه على حاجة او ماتريكس او مصفوفة بنسميها الريسي ماتريكس، وفيها بيتم تعيين مين ريسبونس، مين اللي هيكون ريسبونس على مين هيكون ريسبونس على الاكتيفيتي، مين اكاونتبل عليه. يبقى اول حاجه بيكون مين هو الريسبونس على الاكتيفيتي ومين هو الاكاونتبل عليه. وفي نفس التوقيت لو محتاجين حد كونسلتنت لهذا الموضوع بيكون عليه حرف السي اللي هي بنسميها كونسلتنت. وفي نفس التوقيت لو في حد محتاج تبعت له او تخليه معاك في الصوره فور انفورميشن بيكون عليه حرف الاي. ايضا من شايفين حضراتكم الريسبونسبيلتي ماتريكس، طبعا دي طبعا عندنا في الريسبونسبيلتي ماتريكس بيكون في الرام وفي الريسي ماتريكس، دول كلهم طبعا من الاشياء اللي بتكون مهمه جدا في التغطيه. وفي نفس التوقيت علشان نحدد الرول بتاع كل ممبر او كل يوزر شغال في التيم اللي شغالين عليه، فطبعا الريسبونسبيلتي ماتريكس من الاشياء المهمه اللي بنحدد فيها الدليفري مايلستونز، بيحدد فيها الهاي ليفل ريسبونسبيلتي، ودي نقطه طبعا من النقاط المهمه، والرول طبعا بتاع كل حد، وده طبعا بيطبق طبعا اكيد عن طريق طبعا الريسي ماتريكس. من الاشياء المهمه بقى اللي بنختم بيها التمبلتس اللي معانا، وهي الليسون ليرند او الدروس المستفاده من المشاريع السابقه، سواء بقى بلانر بتؤسس ذلك على مستوى المشاريع، او بتعمل الموضوع دوت طبعا عن طريق المشاريع اللي حضرتك بتشتغل عليه. دي كل اللوت اوف تمبلتس موجوده معانا في الاعمال اللي احنا بنشتغل فيها في تطبيق الايزو 19650. بيجيب لنا مكان بقى مهم جدا هنا، وهي طبعا ان احنا عندنا كولكشن من التمبلتس كبير جدا موجود، ولكن القضيه الكبرى متى يمكن استخدام ذلك، او متى او ما هو الوقت المناسب لاستخدام التمبلتس اللي احنا بنشتغل عليه. هنا بلانري عملت لنا حاجه جميله جدا على البلاتفورم الخاصه بيها، وهي ان احنا عندنا بروسيس بنشتغل فيها علشان نطبق الورك فلو الخاص ب 19650. اولهم الاسسمنت اند نيد، اللي هي اول حاجه في ان حضرتك بتعمل اسسمنت، زي ما شرحنا ذلك سابقا. وايضا الانفيتيشن الخاص بالتندر، بعد كده بيكون التندر ريسبونس. طبعا دي كلها بروسيس طبيعيه او لوجيك خالص، واحنا بنشتغل اول حاجه بنعمل اسسمنت للنيد ونعرف متطلبات التندر اللي احنا نشتغل عليه. بيجي لنا طبعا انفيتيشن للتندر ان احنا نبتدي عشان نقدم عليه، يكون عندنا فرصه ان احنا نقدم عليه. بيجي المرحله الثالثه اللي هي التندر ريسبونس، وهي ان اصحاب المناقصه او اصحاب التعاقد يبتدي يردوا عليك بالموافقه والايجاب، تعمل ابوينتمنت اللي هو من خلاله بتعمل الاجريمنت، تعمل بقى موبلايزيشن، بعد كده بتعمل تجميع للانفورميشن برودكشن اللي حضرتك هتشتغل عليها، بعد كده بيشتغل على الانفورميشن ديليفري موديل، وفي النهايه بيكون عندنا الكلوز اوت. هنا بقى هنبتدي نقسم على مستوى الفيرتيكال، هنبتدي نقسم التمبلتس اللي احنا المفروض عندنا الكولكتيف اللي احنا شفناه الجميل اللي من شفناه من شويه ده، ازاي يتم صياغته ويتم تفعيله على مستوى البروسيس اللي احنا هنشتغل عليها. اول حاجه عندنا طبعا الاو اي ار، البي اي ار، الاي اي ار، دول بيكونوا في مرحله الايه، الاسسمنت اند نيد والانفيتيشن الخاصه بالتندر. بعد كده عندنا في المرحله الثانيه على مستوى الليد ابوينتمنت بارتي بيكون عندنا التندر ريسبونس، وبيكون عندنا الابوينتمنت. هنلاقي عندنا التمبلتس اللي بتستخدم في هذه المرحله، البي اي بي والريسك ريجستر والموبلايزيشن بلان. يجي يتوافق معاها طبعا لما بنيجي خلاص نحدد ان بيكون عندنا خلاص تم الموافقه على المشروع من الكلاينت، وبيكون عندنا ايضا خلاص ابوينتمنت، وبيكون عندنا اجريمنت. في بيجي يظهر معانا البيم اكسكيوشن بلان، مش عامل اكسكيوشن بلان قبل ما فعلا العميل يديني الاجريمنت، وبعمل ريسبونسبيلتي ماتريكس، وطبعا بيكون عندك الماستر انفورميشن ديليفري بلان. بعد كده طبعا مرحله الموبلايزيشن بقى، انا خلاص قضيت التعاقد وعملت الاجريمنت، بخش بدخل على المرحله اللي بعدها، وهي مرحله الموبلايزيشن والكولابريتيف انفورميشن برودكشن، واللي منها حضرتك بتعمل موبلايزيشن وبتطلع معاك الريسبونسبيلتي ماتريكس، وبيطلع طبعا معاك بينتقل معاك ايضا الماستر انفورميشن ديليفري بلان. نيجي بقى في مرحله الانفورميشن ديليفري موديل، ودي بقى النقطه المهمه والخطيره. انا اشتغلت عملت بلان لشغلي وحددت السكوب الخاص بيه، وفي نفس التوقيت ابتديت استخدم التمبلتس ان انا افعل الكلام ده كله على ارض الواقع، وابتديت اعمل موبلايزيشن وعملت بيم اكسكيوشن بلان. طب اثناء ما انا شغال، هل بيتم التحقق
هل بيتم التحقق من سير الاعمال اذا كان ماشي على النطاق الصحيح او غير ذلك؟ بيتم التحقق فين؟ لما بنيجي نشتغل على الاي اي ار. ده بيتم عن طريق انترنالي في داخل الاورجنايزيشن، بيتم عن طريق الفيريفيكيشن، بيتم عن طريق الايه التحقق اللي هو بنشتغل عليه دايما. لكن من طريق العميل بنشتغل او الكلاينت بنشتغل عن طريق الايه الفاليديشن، اللي هو منه بيبتدي يتعرف العميل على الموديل اللي احنا اتفقنا عليه من الاول كسكوب، واللي هو منه في الاخر خالص بيتم تسليم المشروع، ومنه بيطلع في الاخر خالص الكلوز او الليسون ليرند اللي هي في الكلوز اوت بروسيس. طبعا هنا بلانري شغاله على زي ما حضراتكم شايفين على السكوبس او على البروسيس اللي حضراتكم شايفينها من تحت، بنشتغل على البلان السكوب، بعد كده بنعمل سكيدول وبنعمل تراكنج. الفيريفيكيشن طبعا مهم سواء للبيئه الداخليه او للانترنال انفايرمنت اللي مشغله معانا في الشركه او في المنظمه اللي احنا شغالين فيها، بنتحقق من نطاق الاعمال، ودي طبعا وظيفه الكواليتي كنترول او الكواليتي مانجمنت سيستم اللي بنتحقق من ذلك. وفي نفس التوقيت بيكون عندنا الليسون ليرند في النهايه من هذا المشروع. تمام، طبعا دول الاربع مراحل الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليهم في الورك فلو اللي خاص بالايزو 19650. اول مرحله فيهم عشان بس ما اطولش عليكم، اول مرحله فيهم اللي هي هنشتغل عليها اللي حضراتكم شايفينها، اللي هي الاسسمنت والنيد وايضا الانفيتيشن للتندر، ودول الثلاث عناصر الرئيسيه اللي بنشتغل عليهم او الثلاثه تمبلتس الرئيسيين اللي بنشتغل عليهم. طبعا هنا بلانري بتشتغل طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين بتعمل اسسمنت وبتشتغل عليه بطريقه طبعا سهله، حتى الانترفيس بتاعهم ما شاء الله عليهم معالجينه بطريقه سلسه، ان حضرتك ممكن تعمل اساين للتيم وتبتدي تعمل اسسمنت كمان للناس وتبتدي تشوف التراكنج سيستم فيما بعد على نطاق المشاريع. طبعا هنا طبعا من النقاط المهمه ايضا انك انت بتبتدي تعمل شيرد وببلش على حسب الرول بتاع كل واحد من فريق العمل، يعني كل واحد في التيم ممبر بيكون له رول، بتحط له طبعا الرول بتاعته كادمن للمشروع. وفي نفس التوقيت هنا دي كلها في مرحله الانفيتيشن للتندر سواء من ناحيه العميل او من ناحيه التيم اللي شغال مع حضرتك. نيجي بقى للمرحله الثانيه طبعا، وهي ان بيكون في عندنا الكولابوريشن او التجميع الخاص بالتجميع الاونلاين الخاص بالمعلومات وفريق العمل. طبعا هنا بقى طبعا من النقاط المهمه وهي بتعالجها بلانري عن طريق الكوميونيكيشن مانجمنت، بتعمل كوميونيكيشن مانجمنت ان اي حد عنده اي كومنتس اي حاجه بيبتدي يكتبها لحضرتك وحضرتك بترد عليها، فبيكون في زي دوكيمنت كنترول سيستم على منصه بلانري في الاعمال الخاصه بيه. ايضا من النقاط المهمه وهي الريسي ماتريكس او ريسبونسبيلتي ماتريكس ايضا اللي احنا بنشتغل عليها، ودي بنعين فيها طبعا بيكون الريسبونسبيلتي ماتريكس في المقام الاول شغاله على الديفيجنز او على الديسيبلينز سواء ستراكشر ام اي بي اركتكتشر، وطبعا بيكون هنا بيتم طبعا عمل المايلستونز والبيم يوزز. تمام، وفي نفس التوقيت بيكون في سكوب ليست، ده كله اللي دخل في الكونتراكت اللي احنا شفناه اللي هو البيم كونتراكت اللي احنا شفناه سابقا. وفي نفس التوقيت عندنا طبعا انفورميشن ريكويرمنتس، وبتطلع الريسبونسبيلتي بارتي بشكل عام. لسه بقى هنشتغل على الريسي ماتريكس عشان نعين ونعمل اساينمنت للتيم على جميع المستويات الخاصه بالمشروع. هنا طبعا بحضرتك بتضع طبعا جميع الاليمنتس اللي تشتغل عليها، وتحط السكوب الخاص بيها ومستوى المعلومات اللي انت هتوصل ليها، ودي طبعا بتتوافق مع ال او دي الخاص بالبن، وفي نفس التوقيت الاتفاقيه الخاص اللي مع العميل ومستوى الداتا اللي حضرتك بتشتغل على اساسها والانفورميشن اللي انت هتبتدي تو بروفايد في النهايه من الموديل اللي حضرتك شغال عليه. وفي نفس التوقيت بتشتغل على طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيكون عندنا زي اكسكيوشن بلان، او بيكون مرحله تسليم المعلومات الرئيسيه سواء الرئيسيه او الفرعيه، دي طبعا بيكون موجوده على البلاتفورم اللي منها حضرتك بتبتدي تعمل فيريفيكيشن وفاليديشن للاعمال اللي انت شغال عليها. طبعا هنا في الابوينمنت بيكون عندك طبعا الفلتر للسكوب، بلانري فاتح لك طبعا السكوب حاجه بس ليس الا انك بتختار منه، بتعمل اساينمنت او اساين عفوا بتعمل اساين للسكوب اللي هتشتغل عليه، وبتعمل فلتر طبعا منه بشكل لو جالك بشكل عام بتبتدي تخصصه على المستويات اللي حضرتك هتشتغل عليها فيما بعد اللي بيظهر معاك في البيم اكسكيوشن بلان والهاند اوفر طبعا سكوب او السكوب ستيتمنت اللي احنا بنسعى طبعا اللي عملها
لو احنا بنشتغل في بيئة عمل منظمة من البداية. ايضا هنا في المرحله الثالثه ايضا بنيجي نشتغل بقى في المانجنج للورك ستيتس وبندير الاعمال. طبعا هنا بيشتغلوا بمنهجيه كامبان اللي احنا بنشتغل فيها، نبتدي تاخد المراحل الانترفيس بتاعتهم وتبتدي تنقلها من مكان لمكان، لما ده يخلص وتبتدي تديها كالر سكيم معين بنشتغل على اساسه، اللي منه بتبقى حضرتك فيه سهوله في التعامل سواء انت كيوزر او الكلاينت كفيور لمنصه بلانري او فيور كمان للاعمال اللي بتتم على مستوى المشروع. زي ما حضراتكم شايفين هنا نقدر نعمل فاليديشن لاي ريكوايرمنتس انت حضرتك شغال عليه، تطابق به النماذج اللي حضرتك اتكلمت فيها. وفي نفس التوقيت زي ما قلت لحضراتكم في ناس كتير بتشتغل في امبلمنتيشن للبام، ولكن الفاليديشن والفيريفيكيشن للاسف بيسقطوا منهم، مش هقول لكم سهوا ولكن عشان هو ما عندهوش سيستم يعمل بيه الفاليديشن والفيريفيكيشن. طبعا المنصه هنا او بلاتفورم الخاصه ببلانري بتاهل الموضوع ده وبيكون سلس وسهل ان حضرتك ممكن تقدر تعمل الكلام ده كله بسهوله، وتقدر تعمل فيريفاي سواء انت كواليتي كنترول تيم او بروجكت مانجر او ادمن للمشروع اللي حضرتك شغال عليه. هنا بننتقل طبعا للمرحله الرابعه زي ما قلت لحضراتكم، هنا عندنا الاربع مراحل بكل التمبلتس اللي احنا المفروض نشتغل عليها. وطبعا التمبلتس ديت ماخوذه اصلا من متطلبات الايزو 19650، هم قلبوها لنا التمبلتس وايضا خلوها لنا اونلاين تمبلتس ونقدر نشتغل عليها. ملخص الموضوع كله في النهايه عشان يعني نعتذر طبعا للتطويل او الاطاله، ان احنا عندنا بيم ستاندرد وعندنا تولز بتنفذ البيم ستاندرد، عندنا انترفيس اسمها او زي ما بنقول بلاتفورم اسمها بلانري، عندنا تولز كتيره وسوفت ويرز كتيره، وعندنا انتجريشن سيستم مع بلانري كمان بيشتغل زي البيم 360. كل دي كلها بتجمع طبعا في المعيار او الستاندرد اللي احنا بنسعى الى تطبيقه. طبعا لما حضرتك بتتكلم ان انا بشتغل على ستاندرد، ستاندرد ده عشان يتم عمله بياخد تقريبا من قرابه الخمس سنوات، فهم تقريبا وصلوا لكل البروسيس او كل البوردر او الفريم اللي ممكن حضرتك تشتغل جواه عشان تحقق طبعا هذه المتطلبات باعلى كفاءه ممكنه. طبعا هنا القضيه كلها في بلانر ان هي طلعتنا من جوانب متعدده خاصه ب دوكيومنتيشن واصبحت اونلاين دوكيومنتيشن، اصبح عندنا ادوات وتولز ممكن تستخدم بسهوله شديده على مستوى المشروعات وعلى مستوى طبعا طبعا لو احنا بنتكلم هنا على بورتفوليو مانجمنت، يعني بورتفوليو يعني تحتيه بروجرامز، تحت البروجرام بروجكتس. طبعا دي كلها من الاشياء اللي هي ساعدتنا فيها بلانري ان هي تقدر تشتغل على ان يبقى في عندنا في جزء منه رقمي وديجيتال، وفي نفس التوقيت بيكون الموضوع شغال طبعا تحت مظله الارتفيشال انتليجنت، بيكون عندنا بلاتفورم دايناميك بلاتفورم وتقدر تلم او تجمع كل هذه طبعا الامور. طبعا دي البنفيتس اللي بنشتغل منها. طبعا كل الكلام ده كله اونلاين، فانت لما تبعت كونتراكت هيجي لك الكونتراكت اونلاين ويتبعت العميل اونلاين يوافق عليه بسيجنيتشر اونلاين، بيجي لك يرجع لك والتمبلتس والريسي ماتريكس واليوزرز، عندك كامبان بتشتغل على كل حاجه بتكون على مستوى المنصه بانترفيس رائعه، بيكون سهل تطبيق الايزو. طبعا انا بحكم عملي بشتغل على مستويات كثيره من الايزو، يعني انا ليد اوديتور ايزو 9001، ليد اوديتور ايزو 45000 14000 21500 50000، وفي نفس التوقيت 19650. طبعا لما بيكون عندنا زي ما بنقول بلاتفورم بتنفذ هذا الكلام بيكون السهوله بمكان تطبيقها على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاورجنايزيشن. فطبعا دي كلها بنفيتس بتكون مناسبه جدا للتطبيق على لتحقيق طبعا متطلبات الايزو وتحقيق طبعا الفرص والاهداف المستفاده من ذلك. طبعا بلانري موفره يوزرز مجانيه ممكن حضراتكم تدخلوا عليها وتشتغلوا عليها، بتفتح لك كمان مشروع كامل ممكن حضرتك تشتغل من خلاله وتشتغل كمان تعمل ريفيور وتعمل طبعا ترايل على مستواه، وفي نفس التوقيت عندها المحاضرات طبعا والويبينارز موجوده على الويب سايت الخاصه بيهم سواء ماستر كلاس او البيزكس الخاصه ببلانر بلاتفورم او على مستوى طبعا الماستر كلاس.